وقلة الأكل. قهوة صبق قهوة. وقلة الأكل. صبق قهوة. خلي صح صح. لا لا محتاج. قهوة. فناجيل. جمع فناجيل كناش من غسالة. ما هو بنا اللي ينوخني لك عماس. الله يسمعوني يا عيال. أمس قاعد من الشيبر. إي وش تعال عطنا سالفة الشيبر. إي والله أول حلقة تجي أنت صح؟ حلقة شيبر. حدثنا مين كيف صحيت ومتى نمت ومن صحاك وكيف دخلت عليهم ومتى طلعت وش اكلت معهم رحت على طول اي وش اكلت معهم نمت حلو قبل لا انام اليوم كله كنت اوصي سبعة وصيتهم هذه دايم ندري حلو إيه. هم لا شوف السبعة عشان عرفوا شوفوني في الحلقة الأخيرة قبل كان واحد يسحب يجي واحد يسحب يسحبون ثلاثة يجي واحد بعد نص ساعة يجي واحد كذا نوم متقطع ايه هم يجون يعني اوقات متفاوتة ما يتقابلون ايه بس حلو كاد وانا عقب البث على طول فعلم السبعة اني عندي في خط اربعة قوموني للشيبان تكلم طبعا نفس الكلام اللي قبل والله ما تقوم انه خلص بينتهي البرنامج حلو كاد ما دريت قمت الا السبعة عندي فوق راسي حلو يوم يسلمون على بعض تجاوب والله قبل ما كانت ايش عندك هنا من شاكين هم في احد بيسرق شيء ما يدرون ايش السالفة ايش فيهم كذا واقوم يوم قمت انا استحي عاد ولا كنت ناوي ارجع انام بس يوم جبت سبعة اشوى يوم 80 سلمون على بعض ايه وانت راقد شينا دحام وش افطرت عند الشيبان وش افطرت عند الشيبان حلو اسلم خليه لين واقوم ها اروح ابدل ملابسي واجيهم حلو دفتر القصيد واجلس عندهم طبعا انا اليوم كان نيتي اجيهم بس عندنا ذا التصوير بكره باذن الله عندهم طيب عطني يوم انك جيتهم جلست من فيه؟ كلهم الا بن بخيتان حلو بخيتان ما جاء بن بخيتان الاكل مبارك ايه اي هو ما موجود ما عندهم ضيف يا سلام راني نسيت لكن ما شاء الله عليك شاعر جزل وش دار من حديث وش؟ ايش كانت المواضيع؟ والله راكت ولا ما انت يمهم نايم ايش لا معهم شاركت معهم في السؤال والله ناس في الزاويه ناخذ قسطا من الراس ها انا الكرب واللي يفرد يا سلام واللي يفزع اي والله و والقهوة فيه القهوة زينة اللي عندهم لكن يا ولد حط فيها عويدي عويدي بالقهوة ما يسوي قهوة اي يسوي عويدي بالقهوة شفت ابو نايف الحربي ابو نايف يا ولد عرفت ترى الشاي بالابيض ابو ناصر اي ولد اي واحد ابو ناصر اي واحد الشاي بالابيض بحيث ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخي قبول فولده لا اي والله انا ما دريت ترى عود جنبي على اليسار يا يمكن هو وزيون رزين خابر ابو اليوم دحيت بابا اي والله خابر ابو اليوم يرضخ اسمع خابر ابو اليوم دخلنا مجلس الشيبان اول يوم فزت رصيدي ترى جاء انت يا مبارك وجاء معه انت يا ضيعته لي جانا في ماراثون يلا جانا ننسى سام من هو لكن جاء معه طول العمر واحد لابس لبس يا رجل الشيبان في اللي يقول و... لا, لا, لا 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 ايوه اللي معه عصا انا ما هو ابوه لا لا وفيه النحيه في الثاني لحبيض ابو لحبيض اللي يصلي دايم لا لا ما هو ابوه وفيها امطيري حق ايكسس وفيها امطيري حق لا وفيها ابو دخيل ابو دخيل ما ابوه باقي واحد ابو دقن ابيض وقال ايوه اسالك بالله اي والله انا ترى ما رايت ابو نايف قبل كم يوم اي والله حتى انا ناصر حربي انا معلم المرضو انا معلم المرضو اسالك بالله اي والله لا انا عرفت من بدايه جد رصيدك ترى اول يوم جاء صدمت ابو نايف يوم قلت بيدها فقره شيبان ما ادري كيف تبون تفقون فقره شيبان انا ابي موجود ودريت وقت اسالك بالله ابوه ودريت وقتها والله ما شاء الله صب لي قهوه يا هذا يعطي العلوم كامله ما يحتاج عطى بس روس اخلاق وقابلناه يوم قمنا نفطر انا ومحمد لا لا ما شاء الله ما شاء الله يا ولد اي والله هربين يقول انت هربين راح تفطر ايه اقول يوم قمنا نفطر انا تقهوى انا اشوف لكذا لهجته حل لهجة شيبان اي تسلم منا اي بغيت انشده اقول انت من الجماعة هذا حربي لا لا ما شاء الله ما شاء الله على كلام طيب ها ويوم سولفت معاهم يا حلوة حلوة اي والله يوم سولفت معاهم تقويت معاهم والله جالس اي سولفت لي كم سالفة هو تفاعل معي بالسوالف
هو نفسه كان على يساري. ايه. و ما شاء الله حافظ هو. حتى السالفة اللي عدها عارفها. ايه. عارف السوالف كلها. ما شاء الله. بس انه ما يقاطعك. نشيل. لقيت عندهم تقاطع اصوات؟ لا. ما عندهم؟ عندهم رياليتي بتخيل. سلام. ما شاء الله. لقيت فطور قدامك؟ ما ما اخذته. لقيت غدا؟ الظاهر قد افطروا جو. غدا انك كذا افطروا جو يعني ولا وش؟ ما ادري والله بس ما انا بكره بروح لهم ان شاء الله. حتى انا بكره بروح. انا بعد بكره بروح. بروح. لا خلاص انت رحت امس وخلاص. لا والله بروح. خلاص السبعه وصهم يمي. بقفل الباب حق مخط اربعه. ايه. بقفل الباب من برا. ها. بروح لاجل الفطور وبقوم. عشان احرجكم ما تفطرون. شفت الحركه؟ لاجل الفطور بقول والله احنا جينا والمقصود مشاهدكم ما هو اقول والله العظيم الله يستر عليكم عبد الرحمن ما تنشر الله يستر دايح عشان يحطوني على والله ودنا ان معك يا اخوك فهمت عبد الرحمن لا حقنا الجوع ابدوخ خليهم ياكلون عليك ها غير تعال تعال كل والله والله مشتاق عليك يا رجل المقصود شوفتكم اوكي عليك وسلم عليك وعسل والله تاكل الصباح تعشى رب الكعبة هي اللي مشتهيه صدق صدق قرص زين معهوس ومشتهيه الرز الابيض اللي في الوسط طاسه وفيها سمن ولبن ولبن تاكل الرز الابيض وتغمس يا قنبه يو يا ريجي انا مشتهي ورق عنب انت الهوى كله يا شباب يا زينك يا شباب